العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأخيار الأبرار الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ذكرنا فيما سلف من الليالي والكلام على ان الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه له ايات تشير الى الامام الحجه روحي فداه طبعا ذكرنا البارحه على ان الايات على نوعين اما ان تكون تشير بالظاهر اما ان تكون عامه تشمل الائمه الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين مجموعه من الائمه اربعه خمسه اثنى عشر امام صلوات الله عليهم او اربعه عشر معصوم باجمعهم ومن جمله ذلك تشمل الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ذكرنا في الليله الماضيه ما تحتاج الى اعاده وذكرنا اكو ايات خاصه ايات تفسرها الروايات بانها خاصه نزلت في الامام صلوات الله وسلامه عليه او اشارت الى الامام صلوات الله وسلامه عليه او لا يكون تاويلها من باطنها هي اشاره الى الامام الحجه روحي فداه صلوات الله عليه، واضح حبيبي؟ ذكرنا في الليله الماضيه ايه منها الايه التي ذكرناها في الليله الماضيه من الايات الخاصه التي اشارت الى الامام صلوات الله عليه على حد الروايات التي ذكرناها مع مصادرها في الليله الماضيه الايه التي ذكرناها سوره القصص ايه الخامسه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اي يرثون الارض باجمعها هذه الايه كما ذكرت الروايات لنا والمصادر كما ذكرناها أنها إشارة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وكل أفعال هذه الآية بصيغة المستقبل نريد نمن نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نجعل كل مستقبل مضارع فعل مضارع مستقبل إشارة على المستقبل الشاهد مولاي العزيز وحتى أن القندوزي الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه المعروف نابيع المودة صفحة 449 يقول أن هذه الآية من جملة الآيات التي نطق بها الإمام الحجة روحي فداه عند ولادته ولا عجب في ذلك أن عيسى عليه السلام نطق وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا لا غرابة من عيسى عليه السلام كما في القرآن هذا بإذن الله تعالى وفي الروايات على ان عيسى يصلي خلف الامام الحجه سلام الله عليه، فاذا كان الامام الحجه امام وعيسى عليه السلام ماموم والماموم يستطيع ان يتكلم وهو في المهد باذن الله وباعجاز من الله فمن باب الاولى الامام اللي هو افضل واعلى آه باب هذا قياس الاولويه بعد آه يستطيع الامام الحجه ان يتكلم او لا؟ يستطيع ان ينطق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الايه الاولى التي اشرنا اليها في الليله الماضيه. الآية الثانية الآية الثانية التي أشارت إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه والروايات أكدت عليها أنا أجيب الآيات المعروفة المشهورة هي الآية في سورة النور 56 بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هذه الخلافه خلافه الهيه هذه الخلافه خلافه من الله سبحانه وتعالى، هذه الامامه من الله، هذه الوصيه من الله، ها؟ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، سوره النور 56، حسب الروايات، اولا الايه ليستخلفنهم ليستخلفنهم فعل مضارع يدل على المستقبل في المستقبل يقع هذا الامر، ها؟ فعل مضارع يدل على المستقبل، والروايات تؤكد ان الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الامام علي بن الحسين السجاد روحي فدا يقول هم والله في كتاب مجمع البيان مجلد السابع صفحه 157 يقول ليستخلفنهم في الارض هم والله شيعتنا اهل البيت هم والله شيعتنا اهل البيت يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الامه وهو مهدي هذه الـ أمة إذا الأمر يقول إلى الإمام الحجة روحي فداه صلوات الله عليه هاي الآية الثانية أما الآية الثالثة خاطر لا نطيل الآيات في شرحها وتفسيرها لأن البحوث كثيرة مولاي في الليالي الآتية الآية الثالثة سورة الأنبياء 105 معروفة الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادياً الصالحون ولقد كتبنا في الزبور هسه هذا الزبور زبور داوود عليه السلام او كل الكتب السماويه لان الكتب السماويه الزبور زبر يعني كتابة مو احنا الان كل الكتب السماويه زبر نزلت زبر زبر يعني كتابة الا القرآن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل قراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق ولهذا القرآن احدى اسباب احدى احدى انتبه لكلامي احدى اسباب تسميه القرآن بالقرآن احدى اسبابه ان القرآن نزل قراءة لا كتابة لا زبر توراة انجيل زبور صحف ابراهيم صحف الانبياء كلها نزلت كتابة زبر ولهذا نستطيع ان نعبر عنها بالزبور مرة يكون الزبور كتاب النبي داود عليه السلام ومرة يكون لا الزبور الكتب السماوية مطلقة زين إذا قلنا على أن الزبور كتاب داود عليه السلام يتبين لنا على أن من بعد الذكر الذكر هو كتاب النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه اللي الآية يعبر عنه بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى وذكرى للمتقين يعني توراة موسى ذكرى الذكر فإذا قلنا على أن الزبور كتاب داود فإذا الذكر هو التوراة لموسى عليه السلام وإذا قلنا على أن الزبور كل الكتب السماوية بأجمعها يكون الذكر هو القرآن الكريم القرآن المجيد المعجزه الخالده لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، زين شنو هالبشاره هسه؟ على الرايين على الراي الاول او الراي الثاني. ما هذه البشاره؟ البشاره مولاي ان الارض يرثها عبادي الصالحون، ان الارض الارض لم يحدد ولم يعين مقدار الارض، شرق الارض، غرب الارض، دوله من الدول، اكو ساحه معينه، ها؟ عي لا لم ي... لم تعين ولهذا ان الارض الارض مطلق الارض اذا ارض اذا من شرقها الى الى غربها من شرقها الى غربها يرثها عبادي الصالحون يرثها اي يملكها يحكمها تحت سلطة سلطته تحت القدره تحت الحكم لعباد الله الصالحين ها زين من هم عباد الله الصالحون عباد الله الصالحون عندنا روايه مولاي في كتاب مجمع البيان اسمع الروايه في كتاب مجمع البيان يذكرها عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مجمع البيان في تفسير سوره الانبياء 105 يقول الامام الباقر عليه السلام هم اصحاب المهدي في اخر الزمان هم اصحاب المهدي في اخر الزمان الذين يرثون الارض باجمعها اكو ايات تسند هذه الايه واكو روايات تسند هذه الايه، شو انتبه لي ارجوك مولاي العزيز، الايه التي مرت على مسامعكم البارحه الان قراتها في اول الكلام مولاي في افتتاح الكلام الايه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض في الارض انتبه لي ارجوك يا أخوي ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونجعلهم الوارثين من هم هؤلاء الوارثون الذين في الايه الكريمه سوره القصص الايه الخامسه ها؟ الايه الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن محمد وال محمد ونجعلهم الوارثين. هذه الايه تؤيد ها؟ تؤيد نفس الكلمه شوف ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض ان الارض ها يرثها 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 عبادي الصالحون. تلك الايه ونجعلهم الوارثين هذه الايه يرثها عبادي الصالحون عباد الله الصالحون في الايه هم محمد وال محمد ونجعلهم الوارثين في الايه سوره القصص محمد وال محمد عندنا روايه تسند الايتين الروايه المعروفه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معروفه متواتره عند الفريقين عند كل المذاهب الاسلاميه لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد حبيبي نور عين اسمعني لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من اهل بيتي يواطئ يعني التشابه ها يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي على اسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى كنيه رسول الله أبو القاسم أبو القاسم أخوي وكنيته كنيتي فإذا ظهر اسمعني يملأ الأرض 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 رسول الله ينطق مفسر للقرآن مؤول للقرآن رسول الله مبين للقرآن الرسول يقول يملأ الأرض الآية تقول ها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الأرض التي ذكرتها الايه هي نفس الارض التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان قول النبي لا يحيد عن قول الله لا يحيد من الايات ها يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا اذا الذي يملا الارض قسطا وعدلا الذين يرثون الأرض بأجمعهم في الآية سورة الأنبياء الذين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هؤلاء سورة القصص آية الخامسة من هؤلاء؟ هؤلاء محمد وآل محمد الذي يملأ الأرض قصا وعدلا هو الإمام الحج روحي فدا صلوات الله وسلامه عليه بكثرة الروايات وكثرة الأحاديث وإسناد الآيات هذه ثلاث آيات أشارت إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أذكر لكم آية بعد آخر آية يعني نذكرها للآيات والى الآيات كثيرة جدا. الآية المعروفة في سورة التوبة 33، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ينتشر الإسلام ودين النبي صلى الله عليه واله وسلم ينتشر في ارجاء المعموره على كل الارض ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا الايه تكررت بهذه الصيغ باختلاف جدا قليل عده مرات بعدة ايات. هذه الايه في سوره التوبه 33 زين الروايات ماذا تقول؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، متى ينتشر دين الاسلام؟ متى ينتشر دين محمد وال محمد في ارجاء المعموره؟ على كل الارض ونجعلهم الوارثين، أه؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، أه؟ متى يظهر؟ الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعين ويبين ذلك في كتاب مجمع البيان، مجلد التاسع صفحه 280 يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فوالذي نفسي بيده قسم هذا القسم بنفسه فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية مو بلد مو مدينة قرية صغيرة أو كبيرة حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية يعني المآذن في كل قرية في كل بلد في كل مكان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وكذلك أشهد أن عليا ولي الله هذا النداء يقوله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية سورة التوبة 33 في نفس المصدر مجمع البيان مجلد التاسع صفحة 280 يقول لا تبقى حتى هاي قرية لا تبقى قرية الا وينادى فيها بشهادة ان لا اله الا الله، حتى لا تبقى قرية، مو بعد بلد من باب الاولى البلد والمدن والاماكن الواسعة بعد هاي اولوية بها، هذا كما ذكرنا قياس الاولوية ها هذه رواية عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في كتاب البرهان تفسير البرهان البرهان في تفسير القرآن، مجلد الرابع صفحة 329، الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه موسى ابن جعفر عليه السلام يقول في تفسير هذه الايه اسمعني حبيبي يقول الامام الكاظم عليه السلام امر الله رسوله بالولايه ها هو الذي ارسل رسوله بالهدى الهدى شنو ها بالولايه والوصيه والولايه هي دين الحق شوف الايه الكريمه الايه تقول ودين الحق ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ها؟ والولايه هي دين الحق، الإمام الكاظم عليه السلام، فسئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الكاظم، أحد سأله، قال سيدي ليظهره على الدين كله، يعني شنو؟ شو معنى؟ ها؟ شنو معنى؟ ليظهره على الدين كله، فقال الإمام الكاظم باب الحوائج إمام مفترض الطاعة، قال الإمام الكاظم عليه السلام يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. عند قيام القائم يعني عند قيام الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه هذا الدين يظهر على ارجاء المعموره في كل العالم في كل الارض الحاكم للارض الامام الحجه سلام الله عليه الوارث للارض الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه الامام يحكم بالعدل والقسط زين هذه ايضا روايه انطيك بعد روايه اخرى عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تاييدا لهذه الايه تفسيرا لهذه الايه الامام هاي ثلاث روايات لهذه الايه ثلاث روايات هاي الروايه الاولى والثانيه هذه الايه الثالثه او الروايه الثالثه الامام الباقر عليه السلام يقول ان ذلك هذا ليُظهره على الدين كله متى؟ ها؟ يقول الإمام الباقر إن ذلك يكون عند خروج المهدي عند خروج المهدي فلا يبقى أحد إلا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هذه آيات تشير على أن الدين يكون في أرجاء المعمورة. بظهور الإمام سلام الله عليه وأن الإمام هو الذي يرث الأرض بأجمعها وأن الإمام نجعلهم الوارثين هو الذي يستخلفه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أه؟ بكاملها بأرجائها برمتها من شرقها إلى غربها الحاكم واحد زين هذه آيات هذا طبعا نبذة من الآيات وإلا الآيات كثيرة مثلا عندنا آية في القرآن في سورة هود في سورة هود الآية معروفة أه؟ كلمة الله أو بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين عندنا روايات تؤكد على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر في مكة المكرمة يسند ظهره إلى الكعبة يسند ظهره إلى الكعبة وأول من يقرأ يقرأ هذه الآية في سورة هود أه؟ ثم يقول أنا بقية الله فاتبعوني أنا بقية الله فاتبعوني فلا يبقى أحد إلا ويسمع دعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماكو واحد عنده ذريعة عذر يقول والله أنا ما سمع دعوة الإمام ما سمع صوت الإمام صلوات الله وسلامه الكل يسمع صوت الإمام ودعوة الإمام هسه شلون يسمعها عن طريق الإعجاز يسمعها في أرجاء العالم كل العالم يسمع دعوة الإمام عن طريق الإعجاز يسمعونها، والرواية تقول كل يسمعها بلغته ها العربي والفارسي وغيرهم كل واحد على لغته يسمع دعوة الإمام سلام الله عليه، البعض يقول عن طريق الإعجاز الله يوصل صوت الإمام، دعوة الإمام إلى كل العالم كل بلغته. والبعض يقول لا هذه بعد القنوات الفضائية الآن يطلع لنا واحد يتكلم هسه رئيس جمهور يكون او رئيس وزراء يكون او اي واحد اللي كان يتكلم يتكلم بلغته ولكن كل العالم ينتظر هذا الخطاب هذا يسمع باللغه العربيه هذا مثلا بالبريطانيه هذا مثلا بالفارسيه هذا مثلا كذا ها كل يسمع بلغته فكل يسمع دعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فماك واحد عنده عذر ويجيب ذريعة والله والله أنا ما سمعت دعوة الإمام لا لا ماكو الكل يسمع دعوة الإمام ويعي ويفهم وينتبه لدعوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فمن قال للإمام لبيك أصبح من أنصار الإمام وهنيئا لمن يكون من أنصار الإمام الحجة روحي فداه أخويا لا والذي يخالف الإمام يقاتل الإمام يكون ضد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني ضد الإسلام يقاتله الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا هذا الظلم هل تشوفونه مولانا ظلم وجور ظلم وجور الآن القوي يأخذ الرشيش أخويا القتل موجود الذبح موجود التهجير موجود التقطيع موجود حرق الناس أحياء موجود الزنا والعياذ بالله موجود، الخيانه موجوده، السرقه موجوده، الكذب موجود، الان الفخر للي يظلم، الفخر للي يزني والعياذ بالله، الفخر للي يسرق، الفخر للي ياخذ رشوه، الان الان ناس يتفاخروا الله وكيلك انا يوم من الايام جاني واحد يعني اخبرني بخبر عجيب قال لي في بعض الاوقات اكو يعني انا شوي اخجل بعض الامور اشير لها يعني من طبعي اتحذر يعني لكن قال لي اكو بعض الاعمال معرضه الى الرشوه تعرفون انا ما اقدر اصرح بها اكو بعض الاعمال معرضه الى الرشوه هواي معرضه الى الرشوه يعني الرشوه فيها كثيره هاي فلوس ياخذ الرشوه الراشي والمرتشي كلاهما في النار يقول هذا وقت صباحي ذاك مسائي يجي مثلا هذا ابو الصباحي يقول له انا وقتي صباحي محتاج مبلغ من المال انا اشتري وقتك المسائي اشتري ايش قد تبيعه علي يقول له ابيع عليك مثلا بكذا انت روح وقف مكاني هذا يبيع وقت لهذا الثاني يشتري يروح يوقف لكي يحصل عليه من على الرشوه يحصل اضعاف مضاعفه من ذاك اللي ها؟ باع الوقت طبعا اللي باع الوقت يعلم انه فيها رشوه وراح ياخذ الرشوه واللي يشتريهم يعلم انه اكو رشوه وراح ياخذ رشوه يعني بيع الوقت للحرام جاي يصير بيع الوقت للحرام بيع الدوام للحرام اخويا او تعال انت انطيني مثلا مبلغ من المال وانا انطيك مثلا كذا ايام تطلع وخلي احد ثاني بمكانك او مثلا كذا هذه لا يجوز مولانا هذا كله من الحرام وللاسف الحرام صار بالعلن اعزائي والله بالعلن صار عيب بالعلن قبل الحرام كان بالخفاء اللي يسوى حرام يخجل اللي يسوى حرام يستحي يخجل الان لا الحرام صار بالعلن يصور من اخته يصور من امه ينزلها على على المواقع ينزلها على العامه الكل يرى مسلم وغير مسلم صغير وكبير زين وشين الكل يرى زين انا اصور اختي اخليها بالملأ العام هذا حرام ها أه؟ أصور أمي أصور بيتي أصور زوجتي أصور بنتي هذا ما لا يجيزه الإسلام الحرام صار بالعلن الحرام صار اقتصاد الحرام صار فلوس يشتغل بالحرام خاطر يحصل يحصل أموال هاي من علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه من علائم ظهور الإمام تفشي الفساد هذا الفساد غزل بيوت غزل بيوت الآن الفساد بالبيوت قاعد مخلي له كاميرا قدامه او امراه قاعده مخليها كاميرا قدامها وتتاجر تطلع اموال من حرام تطلع اموال هذا كذلك الرجل يطلع من الحرام يطلع اموال هذه انما ياكلون في بطونهم نارا ها الامام الحسين بس اخواني اعطوني مجال لا تعطوني اتصال لحظه شوي اعطوني مجال خل احكي جزاكم الله خير مولاي العزيز الان هذه موجوده هذه موجوده بالعلن موجوده جاي يصير بالعلن ها الامام الحسين سلام الله عليه القى الخطبه في كربلاء، نحن في كربلاء الان هذه كانت ساحه قتال للامام الحسين في كربلاء زين الامام الحسين عليه السلام في كربلاء وعظ القوم، نصح القوم اراد ان يرشدهم، اراد ان يهدي بس ما فات لوعظ الامام ما اثر وعظ الامام، رشد الامام خطاب الامام ما اثر بهم، ليش ما اثر بهم؟ اعزائي اخوتي، ليش ما اثر بهم؟ ها؟ هو اجاب الامام الحسين عليه السلام، قال لهم قد ملئت بطونكم من الحرام. قد ملئت بطونكم من الحرام، اللي بطنه تنترس حرام، الحرام مو والله قبل الحرام يطفر على حائط الناس مولانا ويطب ببيت الناس نص الليل ويبوق من عندهم هذا حرام، هسه الحرام لا. هذا الحرام هذا انا اللي اشرت له قبل قليل هذا حرام هذا انما ياكلون في بطونهم نار هذا لقمه الحرام تخلي الانسان لا يتعظ تخلي الانسان حتى لا ينتبه لقول الحسين عليه السلام لا يؤثر به قال الله قال رسول الله قال القران قال الحسين قال علي بن ابي طالب ليش بعض الناس مولانا ما يتحمل ان يسمع لخطيب ما يتحمل اذا شاف خطيب طلع بالشاشه بسرعه ها بدله ليش؟ ليش؟ ها؟ ليش ما يسمع؟ ليش ما يسمع عالم من العلماء؟ هو العالم او الخطيب من يصعد المنبر ايش يتكلم؟ يتكلم قال الله، قال رسول الله، قال عليون، قال الحسين، قال الحسن، قالت الزهرة هذا اللي يحكي. بعض الناس ما يتحمل ان يسمع الموعظه الحسنه لا مو بس ما يتحمل ما يسمعها متنفر منها، وحده من اسباب ذلك، وحده من اسباب ذلك لقمه الحرام. لقمة الحرام صارت ببطون العيال لقمة الحرام صارت ببطون الأطفال هذا ابني من يكبر يوقف قبالي يضربني كيف راجدي ها ليش والله ربيته خوش تربية لا مو خوش تربية هاي لقمة حرام علماؤنا أسوتنا علماؤنا أحد العلماء أحد العلماء كان يقرأ يقرأ مجالس حسينية ويشتغل شغلة عامة يشتغل عامة عامة شغل عام فإذا قرأ للحسين عليه السلام انطو عطاء هدية الحسين هدية المنبر الشريف يخليه في جيبه الأيمن يخليه هنا يخليه بجيبه إذا اشتغل شغلة عامة وهي حلال هي حلال مئة حلال يشتغل هذا العالم ها يخلي المال اللي حصله من إثر العمل يخليه بهذا الجيب الأيسر زين فيقولوا له مولانا ليش قلهم هذا الجيب الأيسر اللي أحصله من أموال عامة يعني أشتغل وكذا أشغال عامة هذا أصرفه على غير الطعام على بيتي على نفسي على كذا أشتري لي سلعة أشتري لي كذا لكن هذا لا أشتري به طعام لعيالي هذا مو بس حلال هو حلال نعم مو بس حلال إنما فيه البركة إذن الطعام يلعب دور الطعام يلعب دور لقمة الحلال والحرام تلعب دور لها أثر أنا ما أحب أتطرق إلى هذا ذاك الإنسان الخير المؤمن اللي كان يطلع للمسجد يومية صار عنده ولد وكبر ابنه شويه يوم من الايام طلع ابنه الى المسجد من طلع ابنه للمسجد الناس تصلي ولد صغير يلعب هذا باختصار طبعا ها ذكرتها على المنابر يلعب هذا الطفل يلعب اكو قبل ماكو هال بوري ماي وماي وكذا ويجيبون هال... لا لا كان يجي هذا الساقي يروح يملا القربه ماء ويروح يبيعها على الناس يبيع ماي على الناس هذا ياخذ هالقد هذا ياخذ هالقد هذا يتعب الرجال يروح ويجيب من الشط ماي ويبيع م... هذا وقت الصلاة وصل للبلد خلى القربة ها القربة خلاها في صحن المسجد بالحوش على قولتنا بالجامع وطلع يصلي، هذا الطفل هم باوعي من يسرى شاف ماكو احد بس القربة موجودة، خذا شيء هسه شيء حاد كذا شيء، ضرب القربة ها اريق ماؤها، ضل يصب الماي لما الرجال خلص صلاته، من خلص صلاته رجع شاف ماي ماكو بعد زين هذا اولا تحتاج خياط كنت تخيط هذا مصرف بها ثانيا هذا وقت راح يضيع هذا الخياط وكذا وياخذها ويجيبها بعدين يملا الماء ويرجع وكذا هذا وقت راح يضيع اخويا وقت راح يضيع هذه فلوس قاعد يشتغل هذا الرجال على باب الله زين على العموم عرفوا ان الطفل هو الذي ثقبها خذا اعتذر الرجال ابوي انا اعوضك اعوضك المال اعوضك الماي اعوضك الخياط قال له لا خلاص طفل هذا الشاهد رجع للبيت قال لها زايره تعاي زوجته تعالي ماذا جرى؟ وش انا هذا ابني غذيته من حلال لقمه حلال وتربيه حلال دينيه اسلاميه، اليوم سوى كذا وكذا اكو شيء انت انطيت الطفل من حرام وانا ما ادري؟ قلت له لا انا مغذيته من حلال ورضعته من حلال كبرته كما يرضي الله ها أه؟ ويرضي النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن اكو شيء شنو هذا الشيء؟ قالت لي لما كان حملا في بطني كنت حامله به زين انا اشتهيت ان اشرب ماء الرمان الحامض ماء رمان حامض هاي هسه اكو كلمه عند عند العرب ما احب احكيها يعني زين هاي المره انه تشتهي بعض الاشياء الشاهد مولاي العزيز انا اشتهيت ان اشرب ماء رمان حامض وانت ما موجود بقربي يجيب لي رمانه حامضه اشرب مايها عندنا جار عنده شجرة رمان وهذا الرمان متدلي متدلي على البيت فأنا خليت لي شيء صعدت أكو رمانة متدلية ما لم تقتطف ها فأنا ثقبتها ثقبتها زرفتها ثقبتها فعصرت مايها عصرت عصرت مايها طلع الماي حالي حلو مو مثل ما أنا أريد فتركتها خليتها معلقة وتركتها ببداهة الحال بعد هاي الرمانة إذا ثقبت راح تخرب ها فخربت انا هذا الشيء الوحيد اللي انا شربت من ماء الرمان هذا لم اخبرك ولم اخبر صاحب الدار وظلت قالها بلى هذا هو الحرام هذا هو الحرام هذا حرام مولانا هذه ثقبه رمانه وشربت مايها رمانه يمكن يبريهم الذمه يمكن ما يبريهم الذمه لم يستاذن من صاحبها هذا الاثر شفت اخويا هذا الاثر فشوف واحد بيته كله حرام امواله كلها حرام ويفتخر على الناس والله انا عندي فلوس اكثر فلوسك من حرام هذه نار جهنم توردك الى نار جهنم الله يبارك بكم ان شاء الله فالامام صلوات الله وسلامه عليه يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا اذا اكو اتصال انا بخدمتكم مولاي اي تفضلوا خالد الاخ خالد الله يحفظكم ان شاء الله سلام عليكم مولاي العزيز سلام عليكم خوية اهلا وسهلا أنا بخالد سلمك الله بيض الله وجهك ويطول عمركم هلا وكل الهلا بارك الله فيك يا أخوي الشيخ سؤالي عندي أي تأمر السؤال آه الأول يعني سؤالي مهلويات نعم السؤال الأول <سؤال> عندي عندما يظهر الإمام هل تنسد أبواب التوبة؟ أه عافية أحسنت السؤال الأول السؤال الثاني اللي الأحداث اللي جاية تصير أي الأحداث. نفسية الحين بالروايات يعني جاي نقرأ مثلا بالكتب وجاي نشوف أحسنت. جاي نسمع أحسنت يا أخوي خالد بارك أيوة. الله فيك أنا خادم رحمه الله وعند. خادم خادم جزاك الله خير الله يبارك بكم إن شاء الله أحسنتم مولاي سؤال وجيه طبعا السؤال الثاني الأحداث الحاليه تنطبق على الروايات ما تنطبق على الروايات نحن ذكرناها مرارا وكرارا وحتى الان خلال البحث اشرنا له البارحه قبل البارحه ايضا تطرقنا له وكثير ما يسال هذا السؤال زين وهذا نوع من الفساد هذا نوع من الفساد القتل والنهب التجاوز التعدي على اراضي المسلمين التعدي على أراضي المسلمين، التجاوز على المسلمين، هذا القتل، هذا النهب، هذا السلب، هذا الحرق، هذا الذبح، لم يرحم صغيراً ولا كبيراً ولا إمرأة ولا رجل ولا شيخاً ولا شاباً ولا ولا أبداً، ها؟ هذا نوع من الفساد، ها؟ نوع من الفساد، وهذه أيضاً من علائم الظهور تكون، من علائم الظهور، هي أيضاً من علائم الظهور الغير حتمية طبعاً، ولكن الآن صارت حتمية الآن موجودة، ها؟ تقع، فأكيد تكون من علائم الظهور هي ايضا من علايم الظهور الغير حتميه طبعا ولكن الان صارت حتميه الان موجوده تقع فاكيد تكون من علايم الظهور لانها جزء من الفساد، أخوي زين باب التوبة ينسد. في عهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو لا ينسد، على رأي بعض العلماء بغض النظر عن ذكر مشايخنا وعلمائنا الله يحفظهم إن شاء الله جميعا ورحم الله الماضين منهم، زين البعض يقول بغض النظر عن ذكر اسم أحدهم يقول على أن باب التوبة يغلق التوبة تظهر عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر الإمام الذي تاب تاب ولم يتب يعني يبقى هذا رأي ورأي طبعا هذا راي ما اقول ضعيف او قوي لانه لا اؤاخذ عليه، لكن الراي المشهور والمعروف لا باب التوبه مفتوح، ها؟ أه باب التوبه مفتوح الى قبل الموت، اذا نزل الموت زين اذا نزل الموت، الموت اذا نزل فرعون عليه لعائن الله لما راد يغرق هو يغرق، راد يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا باب التوبه نسيت خلص بعد ما له توبه، أخوي ولكن عند الامام صلوات الله وسلامه عليه البعض يقول على ان باب التوبه مفتوح لكن البعض يقول لا ينسد باب التوبه لان الامام يتم الحجه بكاملها يتم الحجه الله سبحانه وتعالى يتم الحجه بكاملها فماكو عذر لاحد زين للهدايه او للارشاد هذا على الرايين بالنسبه الى باب التوبه زين هذا لما ياتينا بقيه الاتصالات نكون في خدمتكم هذه بالنسبه الى الايات بالنسبه الى الايات التي ذكرناها للإمام صلوات الله وسلامه عليه الآيات العامة والآيات الخاصة مولاي الآيات التي أشارت إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتأويل والروايات تؤكد على ذلك أما وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالروايات أنا أذكر لك كم رواية معروفة للإمام صلوات الله وسلامه عليه تؤيد ظهور الإمام وحتمية وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرة هذه الروايات أغلب الروايات تكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في كتاب فرائد السمطين مجلد الثاني أي نعم وكذلك كتاب البحار طبعا ذاك الكتاب غير شيعي كتاب البحار مجلد 51 صفحة 71 الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان خلفائي واوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لاثنا عشر. اثنا عشر هذه ذكرناها باختصار او بشكل اخر بروايه اخرى. زين على الخلق بعدي لاثنا عشر اولهم اخي. اسمعني مولاي اولهم اخي واخرهم ولدي. اولهم اخي واخرهم ولدي. السائل سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله ومن اخوك؟ ومن ولدك؟ اخوك ولدك ها من؟ قال اما اخي فهو علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه واما ولدي فهو المهدي الذي يملاها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما والذي بعثني بالحق بشيراً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولد المهدي فينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب يعني أن حكم الإمام يبلغ المشرق والمغرب يرث الارض باجمعها تشرق الارض بنور ربها نور الله على الارض هم محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد هذه روايه الروايه الاخرى جدا جميله هذه الروايه اول مره اقراها على مسامعكم اخوه الافاضل الروايه ينقلها سلمان سلمان أبو عبد الله المحمدي سلمان المحمدي أو سلمان الفارسي من أهالي إيران حسب المعروف أنه من أهالي منطقة في محافظة قريبة محافظة خوزستان أكو مركز المحافظة الأهواز أكو منطقة تسمى رام هرمز هذه رامز أو رام هرمز هي مسقط راس سلمان المحمدي أه؟ سلمان الفارسي هسه البعض يقول كذا اصفهان والبعض يقول قريه جي والبعض عده اراء لكن هذا المشهور عندنا سلمان وما ادراك ما سلمان ابو عبد الله يقول لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مولانا خطبه طويله قال معاشر الناس اني راحل عنكم عن قريب ومنطلق الى المغيب اوصيكم في عترتي خيره أوصيكم في عترتي خيرا وإياكم والبدع فإن كل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وأهل الضلالة أيضا في النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر الناس ينقلها سلمان من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر اسمعني حبيبي أرجوك من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين ومن افتقد الفرقدين فليتمسك بالنجوم الزاهرة بعدي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم خلصت الخطبة بعد إتمامها نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبع سلمان المحمدي سلمان الفارسي تبع قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله سمعتك تقول اذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر واذا افتقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين واذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهره من بعدي فما الشمس وما القمر وما الفرقدان وما النجوم الزاهره؟ اسمع الروايه. فقال رسول الله روايه عجيبه هذه والله عجيبه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما الشمس فانا محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأما القمر فعلي بن أبي طالب عليه السلام وإذا افتقدتموني فتمسكوا به بعدي تمسكوا بعلي بن أبي طالب بعدي وأما الفرقدان الحسن والحسين عليهم السلام فإذا افتقدتم القمر اللي هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه فتمسكوا بهما بالحسن والحسين واما النجوم الزاهره فهم الائمه التسع من صلب الحسين عليهم السلام والتاسع مهديهم. هذه الاشاره والتاسع مهديهم شوف روايات روايه تؤيد روايه، روايه تسند روايه، واضح مولانا؟ زين ثم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم هم الاوصياء والخلفاء بعدي أئمة أبرار عدد أسباط يعقوب 12 وحواري عيسى 12 طبعا ونقباء بني إسرائيل هم 12 قلت فسمهم لي يا رسول الله سم هؤلاء الأئمة الأطهار الأوصياء الأطهار قال أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وسبطاي وبعدهما زين العابدين علي بن الحسين وبعده محمد بن علي باقر علم النبيين والصادق جعفر بن محمد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران والذي يقتل بأرض خراسان ابنه علي والذي يقتل بأرض خراسان يعني انقتل في خراسان وقبر في خراسان لا في مكان آخر والذي يقتل بأرض خراسان ابنه علي ثم ابنه محمد والصادقان علي والحسن علي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم شوف التأكيد والحجة القائم المنتظر في غيبته فإنهم عترتي من دمي ولحمي علمهم علمي وحكمهم حكمي من آذاني فيهم فلا أنا له الله تعالى شفاعتي رواية أوضح من هذه الرواية الرواية في كتاب مولانا فرائد السمطين للجوين الشافعي مجلد الثاني صفحة 217 يذكرها الحسكاني الحنفي في كتاب شواهد التنزيل مجلد الاول صفحة 59 ويذكرها مجلد الثاني صفحة 211 او يذكر الرواية الشيخ الصدوق في معاني الاخبار صفحة 114 هاي كلها مولانا الكريم مصادر هذه الرواية، الرواية واضحة وجلية من انكر هذه الروايات فقد اعمى الله قلبه آه هذا قلب اعمى، هذا منحرف، هذا معاند، هذا ناصبي ها آه هذه اقوال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذكر الائمه والاوصياء والخلفاء والائمه من بعده باسمائهم اسم بعد اسم وحتى بالقابهم مو بس بالاسماء حتى بالالقاب الكاظم موسى سمي موسى بن عمران الصادق جعفر ها آه يذكر الاسم ويذكر اللقب آه؟ ثم يصل إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويؤكد على الإمام الحجة ويؤكد على اتباعهم ويؤكد على علمهم آه هذه رواية مولاي الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كفاية الأثر كتاب كفاية الأثر أيضا يذكرها رواية أخرى لا تفوتني هذه الرواية جدا جميلة مولاي الرواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الروايه جميله جدا والكل يعرفها ويحفظها تقريبا. بطرق عديده واكو زياده فيها نقصان في روايات متعدده يذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول عن حذيفه حذيفه بن اليمان المعروف انه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضية جميلة هذا صاحب السر لرسول الله حذيفة بن اليمان إلى قضية جميلة جدا على العموم أسموا محلهم حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي رجل من ولدي المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري الكوكب الدري أي يتلألأ من شدة بياضه نسبة إلى الدر لأن الدر أبيض وشديد البياض يتوقد يتلألأ ولهذا عبر عنه بهذا وجهه كالكوكب الدري يعني الآية الكريمة يقول الزجاجة كأنها كوكب دري هذه ها مولاي هذه رواية واضحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام الحجة روحي فداه آخر رواية أذكرها لكم إن شاء الله آخر رواية عن أبي سعيد الخدري هي كلها عن الامام صلوات الله وسلامه عليه. المهدي في الروايات، المهدي في الايات ذكرناها، الايات العامه والايات الخاصه، طبعا الايات حدث ولا حرج كثيره جدا مولاي، كتب كتب الفت للروايات التي ذكرت في حق الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، بس انا جاي اذكر نبذه من هذه الروايات، شمه من هذه الروايات. الحديث طويل جدا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما يذكر الروايه طويله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لفاطمه الزهراء يا بنيه الرسول يقول لفاطمه الزهراء سلام الله عليها ان اعطينا يعني اهل البيت سلام الله عليهم سبعا لم يعطها احد قبلنا سبعه عند أي نبي ولا وصي عند هذه السبعة أولا نبينا خير الأنبياء رسول الله يقول لفاطمة الزهراء سلام الله عليها نبينا خير الأنبياء وهو أبوك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصينا خير الأوصياء عدوا يا سبعة هاي الثاني ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اثنين الثالث وشهيدنا خير الشهداء وهو عم أبيك حمزة حمزة سيد الشهداء عم رسول الله وعم علي أمير المؤمنين حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ثلاثة الرابع ومنا من له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة وهو ابن عمك جعفر المعروف بجعفر الطيار جعفر ابن ابي طالب اخو الامام علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب جعفر ابن ابي طالب عقيل ابن ابي طالب طالب ابن ابي طالب ها آه. خوش زين هاي اربعه الخامس والسادس الخامس والسادس ومنا سبطا هذه الامه وهما ابناك الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنه هاي سته السابع أه خصه رسول الله بذكر خاص ومنا والله الذي لا إله إلا هو لماذا هذا القسم هذا القسم العظيم عند ذكر الإمام الحجة سلام الله عليه رسول الله لم يقسم على هؤلاء بأجمعهم لكن لما وصل إلى الإمام سلام الله عليه يقسم أو قسم ثقيل يقول ومنا والله الذي لا إله إلا هو مهدي هذه الأمة عندنا اتصال تفضلوا مولاي الأخ علي من بغداد الله يحفظكم إن شاء الله ويديمكم يا أخويا سلام عليكم سلام عليكم مولاي العزيز سلام عليكم ورحمة الله نص صوت التلفزيون مولاي أبو حسين سلام عليكم مولاي علي الله يبارك بكم إن شاء الله نعم تكملة الرواية قبل أن يتم الوقت مولاي ومنا والله الذي لا إله إلا هو مهدي هذه الأمة الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عيسى يصلي خلف الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم ضرب بيده على منكب الحسين عليه السلام ضرب على كتف الإمام سلام الله على الإمام الحسين فقال من هذا ثلاثا من هذا من هذا من هذا ثلاث مرات على كتف ومنكب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ها أي من هذا ياهو هذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه, عليه مذكورة الرواية هذه في كتاب البحار بحار الأنوار مجلد واحد وخمسين صفحة واحد وسبعين فصاعدا وكذلك كتاب البيان بتغيير قليل كتاب البيان للشافعي أيضا يذكرها الكنجي يذكر هذه الرواية من هذه مهدي هذه الأمة هذا التغيير اللي موجود في هذه الرواية أيضا هذه الرواية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حق الإمام عن رسول الله عندنا وقت إخواني ها؟ نعم ما أسمع زين عندنا وقت شوية مولاي الكريم الله يحفظكم إن شاء الله عندنا بعد طبعا الروايات أنا كثير كاتب راح نذكرها خلال البحث لكن أكو سؤال أن الإمام أفتح هذا السؤال هذا الباب أفتحه للمحاضرة الجاية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحجة هو ابن الحسين هو ابن الحسين الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري ابن الإمام الهادي ابن الإمام إلى أن يوصل إلى الإمام الحسين فهو حسيني طبعا هو حسيني السلسلة يصل إلى الإمام الحسين ولكن من جانبهم حسني لان هو ابن الامام السجاد عليه السلام ابن الامام السجاد ابن الامام الباقر ابن الامام الباقر ابن الامام الباقر ابو الامام الباقر الامام السجاد عليه السلام ام ام الامام الباقر فاطمه بنت الامام الحسن الامام السجاد علي ابن الحسين ام الامام الباقر فاطمه بنت الحسن فاطمه بنت الحسن فمن يوصل للامام الباقر عليه السلام يجمع الجدين الامام الحسين والامام الحسن لكن السلسله عن طريق الاب هو الامام الحسين فهو حسيني. ان هذا الامام صلوات الله وسلامه عليه يعتقد طبعا به كل المذاهب والاديان، لكن مصداق هذا المصلح في اخر الزمان الذي يملا الارض قصا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هذا المصلح المنقذ في اخر الزمان من هو؟ ها؟ يعتقد اليهود بمعتقد والنصارى يعتقدوا بمعتقد نجي الى المسلمين على اطياف على اقسام آه الكل كل من يعتقد بمعتقد مع وجود الروايات الكثره المصداق يختلفون به مولانا ولكن السؤال هل هو مولود موجود مولود هذا الامام المنقذ المنجي الامام الحجه صلوات الله عليه مولود موجود ام سيولد ام سيولد آه طبعا كثير من الآراء عند غيرنا على أنه لم يولد بعد لم يولد بعد إنما يولد يولد قبل أن يظهر بأربعين سنة هذا على رأي البعض مو رأي الشيعة لا رأي البعض ها يقول يولد يولد يكمل أربعين سنة من بعد الأربعين سنة إذا كمل الأربعين ها ثم يظهر إلى الناس يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا هذا راي غيرنا لكن اتفاق الشيعه كل الشيعه على ضوء الروايات والاحاديث الصحيحه الصريحه وكثير من غيرنا من امه الاسلام من غير الشيعه يعتقد على انه مولود وموجود مولود وموجود ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه سنة 255 من الهجرة النبوية في شهر شعبان المنتصف من شهر شعبان ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه والروايات تؤكد في ذلك عندنا وعند غيرنا أنه مولود وموجود أبوه أمهما واضح مبين أبوه الإمام العسكري عليه السلام وأمه امرأة زكية تقية اسمها مليكة بنت يشوعة ابن قيصر الروم يعني بنت ملوك أسماها الإمام الهادي سنذكرها بالحلقة الجاية إن شاء الله تعالى إحنا بالتسلسل نمشي أفضل اشتراها الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الهادي ثم أسماها نرجس عدها عدة أسماء طبعا آه لكن المعروف عندنا نرجس وزوجها من الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأنجبت له ولدا واحدا الولد الواحد للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الحجة روحي فداه انا اقرا روايه في هذا المضمار في هذا الحدث ونسالكم الدعاء ان شاء الله والبقيه في ولاده الامام ان شاء الله غدا نذكرها ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم الروايه عن الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الامام العسكري كان في السجن مع رجل اسمه عيسى ابن صبيح كان ويا بالحبس يقول هذا عيسى يقول وكنت به عارفا أعرف من هو الإمام مقام الإمام العسكري عليه السلام في كتاب بحار الأنوار تنذكر الرواية هذه أمولانا وكنت به عارفا فقال لي الإمام العسكري لعيسى لك خمس وستون سنة أنت عمرك خمس وستين سنة وشهر ويومان عمرك خمس وستين سنة أو شهر ويومين يعني الإمام أراد أن يكون دقيقا يقول كان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي يقول اكتب تاريخ مولدي مو مثل هسه يحفظون كذا فانا كاتب تاريخ مولدي بالدقه خاطر لا انسى واني نظرت فيه فكان كما قال خمسة 65 سنه وشهر ويومين عمره ها أه صار الكلام بينه وبين الامام سلام الله عليه يقول مما سالت الامام قلت لسيدي الك ولد يا ابن رسول الله عندك ولد هذه اسمعني فقال الامام العسكري عليه السلام اي والله ها الك ولد؟ قال الامام اي والله سيكون لي سيكون حسب الظاهر بعد لم يولد الامام في هذه المحادثه بينه وبين عيسى ها حسب الظاهر لم يولد الامام اي والله سيكون لي ولد يملا الارض قسطا واما الان فلا بعد يعني لم يولد الامام صلوات الله وسلامه عليه تبين على ان الامام صلوات الله وسلامه عليه مولود وموجود امه نرجس ابوه الامام العسكري عليه السلام جده يرجع نسبه الى الامام الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وان شاء الله في يوم غد سنتطرق الى نبذه من الروايات الوارده في ولاده الامام صلوات الله وسلامه عليه التي عندنا وعند غيرنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى يا ربي على محمد واله الطاهرين thank you